مشاهدينا اهلا بكم مره تانية في برنامج من سيزرع علم الوعي. زي ما قلت قبل الهوا احنا معانا الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعب الدواجن بالغرفه التجاريه بالقاهره. دكتور عبد العزيز اهلا بحضرتك. اهلا بنعتذر لحضرتك عن التاخير، لكن احنا موضوعنا النهارده موضوع مهم جدا وهو موضوع انهيار اسعار الدواجن. احد المربين كتب على الفيسبوك: انا النهارده خسرت في 3 عنابر 200,000 جنيه، الحمد لله. حضرتك شايف هذا التعليق البسيط من مربي، خاصة صغار المربين، شايفه ازاي؟ وشايف الأزمة اللي احنا فيها شايفها ازاي؟ يمكن احنا امبارح كان عندنا اجتماع الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين برنامج. فاحنا عملنا امبارح اجتماع في الغرفة التجارية، كان موجود معنا بعض صغار المربين، ودائما وأبدا أنا منوط بصغار المربين لأن هم النواة الأساسية والرئيسية لإصلاح الدواجن في مصر. لأن احنا دائما وأبدا نقول أن قطاع التسمين هو قاطرة صناعة الدواجن في مصر، وبناء عليه إذا نجحت قاطرة صناعة الدواجن تستمر كل الحلقات. إذا حصل الله لا يقدر أي مشكلة وانهيار في قطاع التسمين انهار كل الصناعة. ليه؟ لأن بيبنى عليها يكون عندك جدود، عندك الأمهات، عندك التسمين. وطبعا احنا بنقول قطاع التسمين هام للغاية. ليه؟ لأنه بيمثله حوالي 75% من صغار المربين. فلما نيجي نقول السعر النهاردة 16 جنيه أو 16 جنيه ونص والتكلفة الفعلية 21 جنيه، ما أنت عندك على الأقل 5 جنيه لو الفرخة 2 كيلو. ما أنا لسه أقوله لك لو 5 جنيه يبقى الفرخة 2 كيلو عندك 10 جنيه خسارة. الراجل بيقول لك إن أنا عندي 3 عنابر، الثلاث عنابر بتوعه لو كل عنبر 10,000 في 2 كيلو يبقى دي 20,000، 3 ب 60,000، 60,000 في 10 أدي 600,000. لو هو 5 ما عنده 300,000، يبقى الراجل خسر خسارة فادحة مش هيقدر يستمر. عشان كده احنا بقول دائما وابدا لابد ان نقف جميعا خلف المربي الصغير. حصل مشاكل في الفترة الأخيرة، طبعا انت عارف ان احنا طالعين من موسم عيد الأضحى، وفي طبعا القوة الشرائية للمواطن المصري ضعيفة، بالإضافة النهاردة الناس بتفكر في المدارس والجامعات، هل هتحصل مش هيحصل، في دراسة ما فيش دراسة، فكل واحد بيستعد. فالقوة الشرائية ضعيفة جدا بالإضافة يعني إلى انهيار. يعني حضرتك شايف أن الأسباب، علشان بس ما إحنا بنقول السبب، إحنا عندنا السبب الأول، السبب الرئيسي، السبب الرئيسي عيد الأضحى خروج. بس ما استمرتش كده في أي سنة من السنوات، يعني ما حصلش أنها تستمر بالشكل ده. يعني ممكن يكون أسبوع أسبوعين والدنيا ترجع إلى التكلفة الفعلية. حتى لو باع ب 21 جنيه الراجل مش زعلان، يعني المربي لو باع ب 21 جنيه مش هيبقى زعلان، لكن زعله الأكبر واللي حدث بالأمس. لا ده هقول لك حاجه، يعني هو امبارح الناس اتكلمت قال احنا خسرانين، ولكن المواطن المصري لم يشعر بانخفاض الدواجن، وبناء عليه بيقول لك الناس دي كذابه. الكلام فين؟ اسكن الدواجن ما رخصتش. فالحلقات الوسيطه بتاكل المكسب كله، يبقى النهارده بيخسر حلقتين، الحلقه الاساسيه والرئيسيه اللي هو المنتج، وايضا مين؟ المستهلك. فاحنا عاوزين نشوف حلول، يعني اهم حاجتين المفروض يكونوا مستفيدين هم خسرانين. ده مفروض. فاحنا عايزين نشوف حل للموضوع. يعني مثلا واحد هيروح يشتري الفراخ دلوقتي هيشتريها بكام؟ 27 جنيه تقريبا. من المفترض، من المفترض لو احنا بنتكلم حسب التسعير الاسترشاديه اللي احنا بنتكلم عليها دائما وابدا من الغرف التجاريه، مفروض لو هو ب 16 جنيه الفراخ مفروض اقصى حد 21 جنيه، لكن النهارده 25 و26 في 27 في مناطق. فطبعا ده كلام غير منطقي بالمره، وسبيقه من اليات العرض والطلب والكلام اللي انا ما بحبوش ده. النهارده دي سلعه استراتيجيه يجب ان يتم الحفاظ عليها. طب الحفاظ عليها ليه؟ هقول لحضرتك، احنا بننتج تقريبا 1.4 مليار دجاجه، بننتج تقريبا 280 مليون فرخه بلدي، تقريبا احنا عندنا 15 مليون ام، عندنا 360 مليون جده. الكلام ده كله بيدي المواطن المصري 21 كيلو 580 جرام لحم. انا بتكلم على البروتين الحيواني، اللحوم البيضه بتاعت الدواجن، بيديله 9 كيلو البيض، يبقى انا بياخد من الدواجن بس 30 كيلو او 30 كيلو ونص. طب اللحمه بيديله ايه؟ 10.80 جرام، يعني 10 كيلو و80 جرام. شوف الفرق بقى. يبقى انا عندي الدواجن بتديني 75%، وعشان كده بعتمد عليها. ليه انا ما عددهاش؟ ما شوف، رغم في حديث دائر ومستمر من معالي رئيس مجلس الوزراء بتعضيد الثروه الدجنه، لان هي الملاذ الامن في ظل عدم توفير البروتين الحيواني اللحوم الحمراء. فاحنا كلنا بنروح على فين؟ على الدواجن، وهي بتوفر لك اللي انت عاوزه. طب ليه ما عضدهمش؟ ليه ما قفش وراهم؟ ليه ما كنتش معاهم؟ احنا يا دكتور اتكلمنا كتير كل سنه بنقع في نفس الازمه ونقع في نفس المشكله. فين الجهات المسؤوله او الجهات المعنيه من الأزمة دي؟ فين وزارة الزراعة اللي باعتبارها هي الجزء الرئيسي
في هذا الموضوع؟ فين منظومة التسويق المفروض تكون متبعة في ظل هذه الأزمات؟ يعني المفروض في أي دولة في العالم بتكون في معروفين في دراسة محطوطة إن في الفترة دي هيحصل أزمة، فإحنا هنحمي المربي حتى لو هندفع من خزينة الدولة. فين طيب. فين إحنا من الموضوع؟ هقول لحضرتك، يمكن كان في لجنة تم تشكيلها وأنا كنت عضو في اللجنة، وعملنا اجتماع في وزارة الزراعة وحضر معالي وزير الزراعة، وكان معانا المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير، وكنا بنناقش كيفية ان احنا ثروة الدجنة وتعضيتها وتقويتها، وانا عايزين ننفتح الى الخارج، عايزين نصدر بره، في ظل ان انا عندي ما يزيد عن 2 مليار وشوية، يعني انا عندي اكتفاء ذاتي، خلي بالك، لكن عدم وصولنا للاكتفاء الذاتي بنسبة 100% الخروج والدخول في ظل الازمات وبالاخص التسعير، دي اكبر مشكلة بتواجه القطاع. فكنا بنتكلم ان احنا عايزين نعمل داتا بيز على ارض الواقع، وبدانا نتحرك بالجي بي اس ونعمل تحركات ايجابيه عشان نعمل الداتا المتواجده عشان اقدر يكون عندي خطه مستقبليه. انا بقالي شهر وشويه، يعني المفروض اليومين دول انا خلاص بفنش الموضوع ده وعندي الداتا اللي بتكلم عليها، سواء مزارع تعمل او لا تعمل والاوبن والكلوز وكل الكلام ده كله المفروض نشوفه. لكن القضيه الاساسيه حينما يتم دعوه اي مسؤول، وده من ضمن الخلل الموجود وده كلام حقيقي، رغم ان انا بعض المسؤولين استجابتهم سريعه جدا لبعض المشاكل المتواجده، واحنا لما بنروح معاها وبنوصل المشكله فعلا بيتم حلها، لكن لما انا ادعي مسؤول عشان يحضر في الغرفه التجاريه، وخلي بالنا الناس كلها لازم تعي تماما ان الغرف التجاريه هي اللي تدير حركه الاقتصاد في العالم كله. صح. انا بتكلم على الغرف التجاريه وده كلام واضح في العالم كله، لكل حاجه اقتصاد بالزبط. في النهايه بالظبط. فانا النهارده لما اكون بعمل دعوه للاستاذ شعبان وهو المسؤول عن وما يجيش، ده طبعا بيعمل لنا مشكله. حتى الراجل اللي بيجي اللي انا جايبه عشان يقعد معاك، طب الراجل ما جاش، ان انا عايز اوصل له المشكله. فدي بتبقى مشاكل كبيره جدا. احنا امبارح اتفقنا على عده نقاط كان من اساسها وكان بعض الناس تحدثوا عنها. انا كنت قلت له من الباشمهندس ابراهيم العربي رئيس الغرفه التجاريه الاتحاد العام للغرف التجاريه، كان قال احنا عندنا استعداد ان احنا نعمل شركه للتسويق، وده شيء جيد جدا. يعني انا بعمل مذكره بالكلام ده كله، عايزين نعمل شركه للتسويق في ظل الكلام اللي انت قلته، في ظل الازمات. انا النهارده عندي ازمه، مش بختلق ازمه، انا عندي ازمه الاسعار متدنيه للغايه، وعندي مشكلة كبيرة لابد أن أتوقعها للأسوأ، في ظل أننا داخل فصل الشتاء، عندي عايز تدفئة بتزيد التكلفة، عندي الأمراض الوبائية ونسبة النفق بتزيد. طب هل هيخاطر في ظل ما أنا لسه هقولها لك؟ هو النهاردة الرجل اللي بيخسر ده وخسر 10 جنيه في الكيلو، هل يجازف مرة أخرى ويخش على فصل الشتاء عشان يتسجن؟ يبقى لابد أن احنا أقول في أزمة، أنا مش بختلق أزمة، الأزمة موجودة، لابد يكون في تحركات إيجابية من كل الجهات المعنية عشان أشوف الأزمة اللي أنا فيها النهاردة. يا إما أضبط التسعير وأشوف تكلفة الإنتاج عشان الناس تستمر في المنتج، لأن لو خرج 75% أنا بقول لك وبقول على الملأ لكل الناس، هيبقى عندي مشكلة كبيرة جدا في صناعة الدواجن. الأمهات هتبطل، الجدود مش هيجيب، يبقى عندي الصناعة توقف. فأنا بتكلم إحنا في أزمة، لابد إن إحنا نتحرك سريعا، وبالأخص السادة المسؤولين. أنا عندي نائب وزير للثروه الدجنه والحيوانيه السمكيه، ودايما انا بقول الثروه الدجنه الاول لسبب زي ما قلت لك، دي بتديني 75% من نصيب الفرد البروتين، فلازم هي نمره واحد. يبقى الثروه الدجنه والحيوانيه ثم السمكيه، او الثروه الدجنه والسمكيه، لان السمك بيديني 16 كيلو جرام لكل فرد في المجتمع. اللحمه اقل حاجه اللي هي 10 كيلو و8 مقار، 16 كيلو جرام بيديني السمك. فانا بقول لحضرتك لازم نراعي الوضع ده، الناس بتخسر، الناس مخنوقه، الناس عاوزه حلول. من ضمن الحلول للدوله فين؟ الناس قالت فين الدوله؟ طب التمويل فين؟ التمويل مش التمويل المفروض تكون لا التمويل. وهنا النهارده لما تيجي تتكلم حد بيقول لك انا ليت العرض والطلب، انا ما بحبش ايه العرض والطلب. انا بقول السرعة الاستراتيجيه التي تهم المواطن ومن الممكن ان يتم، لابد لها وضعيه خاصه في كل شيء. مفروض النهارده انا اقلل له تكلفه الكهرباء، اقلل له تكلفه الغاز، كل دي تكلفه. صح. في فصل الشتاء اذا كان بيدفي في الصيف ب 2 جنيه ب 3 جنيه بيدفي في الشتاء ب 7 جنيه 8 جنيه على الكتكوت، ما دي تكلفه عليه. فأنا عاوز كل التكلفة، وبالأخص الشيء اللي بيهم المجتمع، وأنا مفروض لو أنا حصل الله لا قدر أي شيء عاوز دولارات عشان أعمل واحد اثنين ثلاثة، لا ما ينفعش. أنا الحمد لله صناعة قوية والصناعة جيدة، لو كل الناس استمروا في الإنتاج أنا هصدر من بكرة الصبح. طب هل يا دكتور آليات العرض والطلب مش سبب في اللي احنا فيه ده؟ ما هو من ضمن الآليات العرض والطلب، أنا بقول لك هو ضمن آليات العرض والطلب هي الموجودة، لأن الناس عليه. بتقول فترة بين الأيدين بتسبب مشكلة وفي شكبان على الموضوع. ما هو في بعض الناس قالت لك إن إحنا ما إحنا كنت في رمضان، معلش لكن لو قلت في رمضان دورة. المزارع الصغيرة بتعمل 5-6 دورات في السنة اللي هو الأوبن، الكلوز بيخش 7-8.
فالنهارده الراجل بيعمل 5 دورات، لو بيكسب دوره هيخسر 4 دورات، ما ينفعش. وهو الراجل بيقول لك مش عايز اكسب 10 جنيه، انا عاوز استمراريه الانتاج واكسب 2 جنيه اقدر اعيش عيشه كريمه انا واولادي، وده كلام منطقي للغايه. واجيب تعبي يا فندم، كلام منطقي للغايه. وده النهارده اللي احنا عايزين لابد ان يتم التفكير فيه، كيفيه وضع السعر العادل للمربي الصغير. طب من خلال ايه؟ يا اما تعمل بورصه محترمه، والكلام ده عاملين نقوله من 2006 ولا نعلم ما هي الاسباب الرئيسيه والحقيقيه لعدم وجود بورصه رئيسيه هي اللي تقول السعر من خلال منظومه جيده يرقصها لمين؟ يا سيدي لوزاره الزراعه، يكون فيها ناس خبراء على اعلى مستوى ليس لهم هدف للربح، دول جايين ينظموا المنظومه ويقول تكلفه المنتج عند الكتكوت بقد كده، حاجه بسيطه جدا يعني، حاجه في منتهى السهوله، يدرسوا السوق وكل محط بالاضافه. خلي بالك اذا عملت بورصه يكون فيها كل شيء، كل شيء من البورصه، لان انت خلاص بتدرى الهيد بتاعها وزاره الزراعه. لازم يكون عدد الجدود محسوب كويس قوي حسب اللي انا عاوزه، الامهات محسوبه او ما يكونش عندي زياده اكتر من اللازم، مفروض كل الكلام ده في البورصه. الكتكوت لا يزيد باي حال من الاحوال عن 6 جنيه عشان انا عايز اقلل التكلفه. لما يكون عندي انا النهارده ذره صفراء وموجود، لابد اواب وازوف موضوع العلف ويكون سعر مناسب لمده دورتين كل هذه الامور منظومه كامله يا فندم، مش صعبه، سهله جدا. الدوله لو تدخلت في الموضوع انا بتهيألي هتنضبط سريعا جدا. ما فيش حد يقول اصل هو قطاع خاص، على عيني وعلى راسي، خليه قطاع خاص لكن نظمه، حط اليات للتنظيم، صح. حط اليات لكي ينجح هذا القطاع. ما فيش فيه يا فندم قطاع هام واستراتيجي، هو اللي بيوفر لك البروتين اللي انت عاوزه. فما تقولش اللحمه صعبه جدا تزود الانتاج بتاعك في ظل انت عاوز ميه ما عندكش مراعاه طبيعيه وي وي وكل الكلام ده كله، وبتستورد مستلزمات الانتاج، لكن الدوجن هي الملاذ الامن لكل المجتمع. يبقى انا لازم اعضد هذا القطاع واقويه واشوف ايه المشاكل فيه احلها، ده اللي احنا عاوزينه المرحله القادمه. سؤال مهم جدا، وده يعني كل المربين بيتكلموا عنه، هو ان السمسار هو السبب في ازمه الاسعار. فهل فعلا السمسار هو السبب الرئيسي في التلاعب في اسعار التنفيذ او تحديد اسعار التنفيذ على هواء؟ هو من اكبر المشاكل المتواجده حاليا ان انا بيتم اعلان سعر والتنفيذ سعر اخر. يعني النهارده المعلن 18 جنيه والتنفيذ 16 جنيه او 16 ونص، في فرق جنيه ونص. مين المستفيد من الجنيه ونص؟ تاجر. ليه التاجر؟ التاجر بيقول انا بشتريها ب 18 جنيه يروح حط 3 جنيه بقت 21 جنيه، تيجي حضرتك تبيعها كتاجر تجزئه يقول لك ده انا هكسب انا كمان ب 24 25 جنيه. فلما يكون السعر الفعلي والحقيقي موضوع ما حدش هيلعب، دي جزئيه عشان المواطن، انا بتكلم عشان المستهلك. لكن الجزئيه الاخرى ان بعض السماسره ممكن تتحكم، بعضهم ما اقولش الكل، بعض ممكن يتحكم في السعر وده خلل جسيم. لكن انت لو عملت منظومه جيده وفي بورصه وكل سمسار من هؤلاء السماسره المتواجد، اللي عندي سمسار في الشرقيه، عندي سمسار في الدقهليه، عندي سمسار مش عارف فين، كل السماسره يخشوا داخل المنظومه. لان النهارده شغال بمزاجه، ما حدش بيحاسبه، لا عنده بطاقه ضريبيه ولا سجل تجاري ولا عنده كده، وبيكسب قد كده، واللي بيخسر مين؟ المربي. فاحنا عاوزين نعمل في اطار الكلام اللي احنا بنتكلم عليه يصل هذا الكلام للوزير مباشره. انا بتكلم على الوزير المسؤول، حتى مش المهندس مصطفى، انا بتكلم الوزير هو المسؤول عن الثروه الداجنه. في نائب وزير، نائب وزير، لكن في المقام الاول هو الوزير المسؤول طبعا. في ازمه موجوده واحنا بننبه الوزير من النهارده، الأزمة المتواجدة في ظل الأسعار المتدنية، خلي بالك ممكن تجي لك أزمة قريبة جدا أكبر ويقل الإنتاج. فإحنا دائما وأبدا لما يكون عندي أزمة أتحرك تحرحات إيجابية وسريعة حتى لا تتفاقم الأزمة. ده إحنا أحيانا بنختلق أزمة عشان أعرف لو جات الأزمة أعرف أحلها إزاي، صح. ده اللي إحنا المفروض نعمله. طب إزاي ممكن الحكومة أو الجهات المعنية أو وزير الزراعة يتحرك خلال الفترة الجاية؟ إيه الخطوات اللي ممكن نعملها خلال الفترة الجاية علشان نتجنب أزمة أكبر في موسم الشتاء؟ نمرة واحد، احنا عايزين البورصة عشان دي هتحدد الأسعار وتكلفة الإنتاج. احنا كنا اتكلمنا على شركة مساهمة، والشركة دي تكون وظيفتها الأساسية التسويق. نمرة ثلاثة، من الممكن الشركة دي يقوم يعمل عقود ثلاثية بين المربين وبين الوزارة وبين وزارة التموين، على أساس زي ما كان بيعمل على غرار اتحاد منتج الدواجن وما حصلش اتفاق وحصل خلافات بالنسبة للكلام ده كله، بحيث ان انا في ظل تدني الاسعار دي الشركة دي تخش على المنتج تاخده بالتكلفة بتاعته النهاردة ب 16 جنيه لا ناخده ب 20 جنيه على الاقل، اقل الخسارة عند المربي، واخدها واوديها للشركة القابضة تاخدها توديها عندها تخزنها تحطها في المواسم اللي يحصل فيها ارتفاع في الاسعار زي موسم رمضان، وتخش تعمل توازن في السوق، صح. ده اللي المفروض يتعمل، ده المفروض فكر يعني لو في انتاج كبير في السوق تسحبه بسعر مناسب ونسعى جاهدين للتصدير. يبقى انا النهارده بفتح اسواق للتصدير، لان اللي هيصدر مين؟ الصغير مش هيصدر،
لكن ممكن يتفتح للسوق. صح. يبقى انا النهارده الكبار اللي موجودين اللي هم 14 شركه اللي هم خدوا ان هم فري اللي هم التصدير الخارجي اللي هم لا اللي هم المزارع الخال المستلزمات المرضيه دول من حقهم يصدروا المنشات. فمن المفترض هذه المنشات تصدر الى الخارج، بس احنا عايزين نعمل تسويق نتحرك بقى. النهارده كنا بنتكلم على البيض، البيض ب 23 جنيه، تكلفه البيض 28 جنيه في المزرعه، يعني بيخسر هو كمان 5 جنيه. الناس بتقول لك قلل وما تدخلش بياض امهات بياض والكلام ده، لا يا فندم صدر، يا فندم صدر، صدر بره، افتح تصدير الى الخارج، افتح تصدير وافتح المجال لصغار المربين ان يخشوا السوق ويعملوا توازن في السوق. طب احنا هل في سؤال مهم جدا دكتور، هل احنا بنستورد خلال الفتره الجايه؟ حسب معلومات وصلتني ان في عمليات استيراد لدواجن مجمده من الخارج خلال هذه الفتره، هل ده صحيح؟ هقول لحضرتك يمكن الاستيراد قل بنسبه كبيره جدا، لكن في استيراد، مش في قرار وزاري ولكن حظر لا الاستراد. القرار مش حظر الاستيراد، القرار الوزاري بيتكلم ان احنا طالما عندي اكتفاء ذاتي ما استوردش. وعايز اقول لحضرتك يمكن اللي بيستورد جهات معنيه، مش اي حد بيستورد خلاص. هم قصروا الاستيراد على الجهات المعنيه اللي بتطلب فقط، لغير لا يتم لاي حد دلوقتي. حتى يمكن انا في لجنه موجوده وموجود فيها الجهات المستورده كذا، فما فيش حد بيسوق الا الجهات دي، لكن ما فيش حد من خارج الجهات بيستورد. يعني جهات معنيه اثنين، يمكن الشركه القابضه ويمكن القدس ولا هو مصر بيستوردوا حسب الافراد بتاعتهم والكلام ده كله، لكن ما فيش استيراد للمجموعات الاخرى. واحنا ما بنعضش الاستيراد ولا عاوزين نستورد، احنا بنقول عايزين نصدر. يبقى مش عاوزين نستورد خالص، صدر استورد ليه؟ اذا كان بقول لحضرتك انا انتاجي يستطيع ان يفي ويصدر كمان حوالي 800 مليون اقدر اصدرهم للخارج. طب يا دكتور سؤال مهم جدا، هل ممكن شركه تتبع وزاره التموين او الشركه الوطنيه ل تبع القوات المسلحه الجهاز الوطني للخدمه الوطنيه ممكن يسحب الانتاج في هذه الفتره ويعمل عمليه ذبح في المجازر وفي الاخر يشتغل عليه ويوزعه في السوق المحلي؟ يا ريت يا فندم، يا ريت. احنا بنقول اي جهه معنيه تمد يد العون للناس دي اللي هتغرق. اي جهه معنيه، الشركه القابضه للصناعات الغذائيه، القوات المسلحه، شركات امان، اي حد يتحرك ويقول يا جماعه لو سمحتوا يا اما يخاطب الوزاره يخاطبنا احنا كغرف تجاريه واحنا نلم كل المربين دول ونقول له بس على اساس مش هتاخد بال 16 تاخد بال 20 حتى لو الراجل تكلفته 21 مش قضيه يخسر جنيه، لكن على الاقل 4 جنيه 5 جنيه بدل ما يخسر 5 جنيه. يبقى احنا على الاقل بنعضده وبنقويه عشان يستمر في منظومه الانتاج، واحنا بنخش ووزع الكلام ده كله. لو انت خدت الفراخ ب 20 جنيه خدتها ب 20 جنيه لو ضربت في 1.5 هتبقى بكام الفراخ؟ ب 30 جنيه. الفرخه مبوحه مكيسه ومعباه هتبقى ب 30 جنيه زي الفل، مش وحشه. الفراخ المستورده بقى ب 4.35، يبقى الانتاج المحلي اقل وده شيء جيد جدا. طب احنا ليه ما نعملش كده؟ ليه مستنيين الكلام؟ هل الناس ما عندهاش الفكره؟ لا عندهم الفكره ده. طب دكتور في البعض طرح خلال الفتره الاخيره ان ممكن قانون 70 اللي هو حظر تداول الدواجن ممكن يكون حل الازمه دي، هل ده حقيقي وممكن تفعيل ولا صعب؟ لان احنا بنعمل مجازر وبنسحب وبتخزن وبنتلج وبعد كده نطلع للسوق. هو ده من ضمن المميزات ان هو هيتم الجاز، ما فيش تداول حي. يبقى انت النهارده قفلت المنظومه على قصه الجزر فقط لا غير. بعض الناس بتقول لك لا ده ممكن المجازر تقرفنا وتطلع عيننا والكلام ده كله، وناس اتكلمت امبارح في هذا الكلام. احنا قلنا ده سهل جدا، نبتدي الناس تورد المجازر ونعمل بروتوكول او يعني موضوع حسابي بين المزرعه والمجزر وبنك. الراجل بتاع المزرعه هيدي المجزر وياخد منه شيك يوديه للبنك، والبنك يديله 80 او 90% ويستمر ويشتغل. صح. وده نعمل انضباط للسوق وانضباط مع وجود البورصه برضه لازم. ففي الحاله دي طب ايه اللي موقف موضوع البورصه يا دكتور؟ والله لحد الان ما حدش قال لنا. انا عايز حد يطلع بقى مره يقول والله انا اصل ما اقدرش اعمل بورصه. يقول لي بس هم اتكلموا، وزاره الزراعه اتكلمت كتير على ان احنا هنعمل بورصه. هو بيقول احنا هو قالوا ان احنا مش مربوطين. لا طب. بس العكس، الدكتور منى محرز في سابقا يعني نائب وزير الزراعه السابق كانت بتتكلم دايما ان احنا في بورصه الكترونيه هنشتغل فيها وان احنا شغالين بالفعل وهنطلع بيها خلال فتره قريبه. يا فندم لا عملت الكترونيه ولا غير الكترونيه ولا فعلوا البورصه بتاعت الطوخ ولا اي حاجه. انا عايز فعل اي حاجه. فعل يا فندم. طب راي المربين امبارح كانوا ايه؟ عاوزين ايه؟ يعني هم دلوقتي يعني المربي مشكلته الاساس السعر العادل. يعني النهارده ما ينفعش ابدا ان انا تكلفتي 20 جنيه 21 جنيه وابيع ب 15 و16. ادي نمره واحد. نمره اتنين شوفوا لنا الحلول. السماسره بتتعبنا، شوفوا لنا يا سيدي لو حتى قانون 70 هيتطبق واحنا هنستفاد منه على عيننا وعلى راسنا احنا موافقين. اي حاجه. لكن هو كان في احد الاخوه اللي كانوا معانا وقال انا لازم الدوله تتدخل في هذا الامر. والحلقات لابد تتكامل مع بعضها، والحلقات لما تتكامل
لا يبقى في قطاع يزيد على قطاع. يعني انا ما ينفعش ان انا اعمل اغراق في قطاع الامهات بقى عندي انتاج غزير يبقى انا اقول لك انا كتكوت بقى بقد كده، او اعمل شحيه يبقى كذا، حسب الطلبات حسب الزياده المتراده لتعداد السكان انا بزود. يعني السنه الجايه انا عندي 3.5 مليون، طب عاوزين ده كام كتكوت مثلا؟ عايزين قد كده، يبقى انا بزود حسب الزياده المتراده لتعداد السكان في الانتاج اللي انا عاوزه، وبناء عليه احنا عاوزين تخطيط جيد بحيث في النهايه استمراريه المنظومه ومحدش يخسر فيها نهائي. انا النهارده لما بكلم احدد العلف وانا عايز اطلع العلف يخسر، ده راجل عنده مشروع وعايز لازم يكسب. رساله اخيره يا دكتور لوزاره الزراعه، الوزير انا الزراعة انا بتمنى الزراعة. انا بتمنى من معالي وزير الزراعه يلي او يعني يولي موضوع صغار المربين بالاخص والقطاع التسمين اللي هو عليه قطار صناعه الدواجن، يكون عندي بورصه سريعه جدا تعمل الكلام ده كله على اساس ان احنا ننتشل المجموعه التي تمثل السواد الاعظم من قطاع التسويه اللي بتمدنا بالدواجن اللي احنا عاوزينها، ودول اهم فئه في المجموعه، هو عنده حلقه واحده تسمين، الكبار عندهم عده حلقات يقدر يعوض نفسه. فاتمنى قريبا جدا يكون عندي بورصه تصدر سعر عادل للمربي الصغير عشان يستمر في المنظومه، لان احنا منوطين ان احنا نحل كل المشاكل المتواجده، لان النهارده البروتين الحيواني اللي هو الدواجن اللحمه البيضاء هي الموجوده والمتوفره، واستطيع ان انا استمر فيها وتزيد توصل 80% واكثر من ذلك. اتمنى ان يحدث هذا الكلام في القريب العاجل، وما حدش يخرج من المنظومه نهائيا، ولازم يعي تماما ان انا عندي ازمه في الشتاء في التدفئه، وعندي ازمه في بالنسبه للامراض الوبائيه، ما حدش يخرج خلال الفتره الجايه. بشكر حضرتك جدا دكتور عبد العزيز زايد، رئيس شعبه الدواجن بالغرفه التجاريه بالقاهره. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا شباب، شكرا حضرتك. مشاهدينا نتمنى رسالتنا توصل لوزير الزراعه والجهات المعنيه، سواء في موضوع البطاطس او في موضوع الدواجن. شكرا جزيلا لحضراتكم، وانتظرونا ان شاء الله الخميس المقبل 9 مساء ومعكم شعبان بلال.